السلام الاخوان، نتمنى تكونوا في صحه جيده. نهار جديد هذا الاخوان، نتمنى تكونوا اون بلان فورم ان شاء الله. هذا النهار الاخوان غادي نكتشفوا واحد الموقع جديد. خليكم معايا الاخوان، انا غادي نوريكم التفاصيل. هانتوما كيف ما تشوفوها الاخوان، في الصراحه اليوم الجو مريقل ديال الصياده. هانتوما كيف ما تشوفوا، غير هي هذا النهار الاخوان ان شاء الله ما غاديش نصيدوا في هذه المنطقه. هذه غادي نمشيو لمنطقه واحده اخرى، غادي نخليها لكم مفاجاه. يلا خليكم معايا الاخوان، نمشيو نجمعوا الماتيريال ديالنا ونبريباريو لا سورتي ديالنا ان شاء الله، ونرجع لكم. تبعوا معنا التفاصيل الاخوان. نهزو السنارات ديالنا الاخوان ضروري، وناخذ المولينيات والكريسي الاخوان. ان شاء الله دابا الاخوان نمشيو نوجدوا راسنا، وغادي نتلاقاو واحد الدراري غادي يمشيو معنا حتى هما. خليكم معنا الاخوان وتبعوا معنا التفاصيل لقطه بلقطه. اللي هي الخريطه الدبلوماسيه، حنا دابا حاليا كنتواجدو هنا في هذه النقطه. هذا هو الاخر الغابة من الجهة الغربية، هذا هو البحر. حنا هذه النقطة اللي بغينا نوصلوا ليها. سيركوي روج فيه 10 كيلومتر. مور هذا بجميع السلام الاخوان، نتمنى تكونوا في صحه جيده. احنا لقيتونا وصلنا للمنطقه فين خاصنا نصيدوا. احنا اليوم بالضبط كنتواجدوا في الواد ديال تهدرت. انتم كيف ما تشوفوا الاخوان، تقريبا المنطقه كامله فيها الغابه. وبالنسبه لهذا الواد الاخوان، هو راه واد مالح ماشي واد حلو، جاي من المحيط الاطلسي. وبالنسبه للجو الاخوان، في الصراحه راه اكثر من رائع، لا من ناحيه ديال درجه الحراره ديال الجو ولا درجه الحراره ديال الماء، يعني الظروف جد ملائمه للصيد. وبالنسبه للناس اللي تسولوا على هذه المنطقه بالضبط فين جات، هانتوما كيف ما تشوفوها الاخوان، جات حدا المنطقه الحراريه. هانتوما كيف ما تشوفوها الاخوان، يلا خليكم معنا الاخوان، نمشيو نشوفوا الماتيريال ديالنا ونبوزيسيونيو راسنا ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. هذا النهار نتمنى نديروا شي حصيله مزيانه،
ونجيبوا الحوت مزيان ونفرجوكم معنا الاخوان. يلا خليكم معنا الاخوان، نمشيو نقدروا الماتريال ونعاود نرجع لكم. ان شاء الله الاخوان احنا لقيتونا ان شاء الله غادي نهبطوا للمصيد صافي باش نبداو ان شاء الله. سبقوني، راهو ما تيبريباريو الماتيريال ديالهم ونلتحق بهم ان شاء الله باش نقوموا بمهمه على اكمل وجه ان شاء الله بجهد الله. هما الرياس احنا رجعنا لكم الاخوان، انتوما كيف ما كتشوفوا راه حطينا الصنارات ديالنا لونسيناهم وتنتسناو ان شاء الله على الله تحصل شي حاجه. وبالنسبه للواد الاخوان تقريبا راه كمل الطلوع ديالو، دابا واحد شويه وغادي يعاود يبدا يهبط. واليوم الاخوان في الصراحه راه الماريه كبيره، اليوم الواد طلع بزاف. هانتوما كيف ما تتشوفوا الاخوان تقريبا الماء دار علينا. هانتوما الاخوان، وفاش تكون الاخوان الماريه كبيره بحال هكا الاخوان الحوت تيدخل بزاف، تيدخل بزاف للواد. هانتوما كيف ما كتشوفوا الاخوان. وبالنسبه للحصيله الاخوان اللي وصلنا ليها لحد الساعه، ضربت واحد الشرغو مزيان، واحد كبير وواحد صغير، انا نوريه لكم الاخوان. هانتوما هذا شرغو كبير الاخوان، هذا ضربته بالطعم ديال اللونغ. هانتوما كيف ما كتشوفوا، وهذا ولدو صغير، هذا ضربته الاخوان بالطعم ديال الاحناش. ديما الاخوان تنحاول نوع الطعم ديال كل مره وشنو كيبغي الحوت. هانتوما كيف ما كتشوفوا الاخوان، الصراحه الجو ملائم للصيد. وبالنسبه للحصيله الاخوان هانتوما كيف ما كتشوفوا، الشرغو، الدرعي، الروجي، حلامه. وصلنا لاخر الحلقه الاخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا واستمتعتوا معنا ايضا، ونتمنى تكونوا اكتشفتوا معنا مواقع جديده ومناطق جديده ديال الصيد. ولا عجبكم المحتوى الاخوان ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. شكرا لكم الاخوان، ونتلاقاو في نهار جديد، منطقه جديده ومصيد جديد. شكرا لكم الاخوان.